إنما كان في مذكرتي أني قلت أما الذي يمنع هذه الملازم والمذكرات بمجرد الرأي من غير حجة ولا برهان فلا يقبل رأيه إلا بدليل، لا يقبل رأيه إلا بدليل. ثم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إذا حدثتكم عن دينكم فخذوا عني، وإذا حدثتكم من رأيي فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقلت أنا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه يقول في مسائل أمور الدنيا أنتم أعلم، أما إذا حدثتكم عن الدين فخذوه، لأنه إذا حدث عن الدين فهو قول حجة. قلت أنا فمن دونه من البشر لا يقبل قوله إلا بدليل، وهو قول الذين يمنعون هذا، ما كلام مفهوم. ثم أقول هذا الذي تربينا عليه على يد علمائنا أمثال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. هذا كلام واضح.